السلام عليكم. نحكي اليوم عن برنامج اليوكا بلاس الدي في ار، شلون نغير كلمة السر اذا كان عندي انا كلمة سر، او اذا كان ما في موجود كلمة سر على الجهاز ونحط كلمة سر جديدة. فوت على البرنامج، بعد ما فوت على البرنامج فوت على سيستم ادمن وفوت على شيء اسمه يوزر. فوت على اليوزر بنقول له سيت باسورد، سيت باسورد، حط كلمة سر القديمة. انا عندي ما في عندي كلمة سر قديمة، حط الجديدة فرضا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. اوكي تمام. اوكي هلا صار بده كلمة سر جديدة. فوت نعمل خروج الجهاز. تمام، هاي لوج اوت. هلا بنفوت، ما عاد فينا نفوت على الجهاز الا بكلمة سر جديدة. 1 2 3 4 5. تمام، فاتنا على الجهاز. فينا نعدل من هون الوقت، فينا نشوف الاعدادات التانية، اي شيء بتحتاجوه. رقمنا مسجل على اليوتيوب، فيكم تتواصلوا معنا لنقدر نساعد الجميع، وان شاء الله بالتوفيق للكل. السلام عليكم ورحمة الله.